اصحابي الحلوين التمرين، صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو فيه. وحشتوني جدا جدا وبتوحشوني فعلا من الفيديو للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض اعاده تدوير الحلقه اللي الناس كلها بتحبها وبتكون مستنياها. شايفين الازازه دي؟ هي الهيكل بتاعها جاي على مربع مش على مدور. لو انت عندك واحده برضو على مدور عادي هتنفع تنفذي بيها الفكره بتاعتنا بتاعت النهارده. طبعا الازازه دي انا غسلها كويس جدا ومنشفاها، هاجي كده بسكينه كده اسخنها على النار، او المقص بتاعك لو جامد يقص البلاستيك هتقسميها بالنص زي الطريقه اللي انت شايفاها في الفيديو ده اهو. بصوا هنقسمها، بس القاعده بتاعتها من تحت، تمام؟ هخلي فيها ايه حته كده، يعني انا الدايره بتاعتها من تحت انا مش هقصها، هخليها زي ما هي واقطعها كده ايه بالطول. هاجي بقى بالكاويه او تسخني مسمار كده وتعملي فتحات بين كل فتحة ومن فتحة مسافة متساوية، وهتعملي من الناحية دي ومن الناحية التانية كمان، كل اتنين قصاد بعض زيهم بيكونوا من الناحية التانية. بص بعد ما فتحتها بالكاوية، بعد سوري ما خرمتها بالكاوية، هاجي بقى اجيب الشاليمو او عيدان الشيش طاووق بتاعت الشوي، وهبتدي ان انا اخد المقاس اللي انا عايزاه طول، وعلى الطول اللي انا اخدته ده هبتدي ان انا اخد بقى ايه مقاس بقيه الشنموهات نفس الطول، تمام كده. انا هنا عملت 12 واحد عشان انا معايا 12 فتحه، طبعا 12 فتحة من الناحية الواحدة، هي المفروض 24 عشان 12 من الناحية دي وقصادهم بالظبط 12 من الناحية التانية. هتجيبي بقى بكرة الخيط بتاعتك، ده منظم للخيوط، هنلم فيه كل الخيوط بتاعتنا. بصوا اهو حطيت الخيط فيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهقفل الازازة. طبعا لو بكرة الخيط خلصت هتقدري انتي تفتحي الازازة وتطلعيها عادي بكل سهولة وتغيريها. طب هنسيبها كده؟ لا طبعا، هنيجي نعمل فتحات فوق كل بكرة من بكر الخيط ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الناس اللي بتبقى عايزة تعرف الكاوية بتجيبيها منين وكام، دي سعرها بيتراوح من 20 جنيه لتلاتين جنيه على حسب المكان اللي بتشتريها منه، وتقدري تشتريها من عند الناس بتاعت الادوات الكهربائية. عملت كده فتحة قصاد كل بكرة، تمام. هبتدي بقى كده ايه اطلع الخيوط بتاعتي كده، انا ظبطت الفتحات. هبتدي بقى ان انا ايه اخد طرف الخيط من كل بكرة، تمام، وابتدي ان انا ادخله في الفتحة الامامية اللي انا عملتها دلوقتي. خلاص هبتدي بقى كمان بعد ما طلعت الخيط من الفتحة الامامية، هبتدي بقى ان انا احط الشاليمو بالبكرة عادي زي ما كنا حاطينه في الاول. طبعا الطريقة دي هتلملك جميع البكر بتاع الخيط. طبعا انا مفروض ان انا كنت حطيت بكر خيط اكتر من كده، بس انا صراحة مش متوفر عندي غير الخمس الوان دول كده بس، بس ان شاء الله هجيب الوان تانية وهحطها برضو ايه في المنظم ده. طبعا تقدري ان انت تغيري البكرة زي ما قلتلك بكل سهولة، وهترصصي من الناحية دي من الناحية التانية. انا خلاص خلصت الفيديو بتاع النهاردة، يا رب فكرتي النهاردة تكون عجبتكم وقدرتوا ان انتوا تستفادوا منها، وكنت ضيفه خفيفه على قلبكم. متنسوش يا بنات ترفعوا لي الفيديو باللايك والشير، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومستنيه رايكم تحت في الكومنتات، تقولوا لي رايكم في فكره النهارده ايه.